كنت في تانية ثانوي وكان مباراة أهلي وزمالك، وأنا كنت زي ما بتكلم إن أنا لعبت دولي قبل ما ألعب دوري. فكان في الدوري العام بدأ سنة 72، وكان في يمكن في الأسبوع الخامس أو السادس أهلي وزمالك. وأنت كنت بتكلم معايا إن كان في مباراة قبليها، كان الأندية اللي إحنا لعبناها وكان من قبليها المحلة. فجاء مباراة الأهلي والزمالك كنا كسبانين 1-0، وبعدين الكابتن حسن جبر جاب جول النادي الأهلي تعادلنا، وبعدين جت ضربة جزاء الكابتن إبراهيم دسوقي، كابتن مروان طلع عليه وراح كابتن ديبا حاسب ضربة جزاء. الملعب كان فيه حوالي بتاع مثلا قول 98,000 متفرج. أنا يعني أنا المفروض بيقولوا في التصنيف في ضربات الجزاء في نمرة 1 2 3، أنا مش في الثلاثة، لكن الظروف المباراة والجماهير وضغط الجماهير في المباراة وخوف أي واحد يمسك الكرة يروح يحطها على نقطة ضربة الجزاء يخاف. لقيت الكابتن ياكن، كان بيلعب كابتن ياكن، كابتن أحمد رفعت، اللي هما المفروض كابتن أحمد رفعت نمرة 1، شوقي حسين نمرة 2، مش عارف مين كان، حد نمرة 3، أنا مش موجود فيهم في الثلاثة. فرحمد أنا بقى متحمس ضرب الجزاء، ومش أنا بقى عشان أنا مش متحمس إن أنا شوطها، أنا متحمس إن اللي ياخدها بقى. أنا رحت جبت الكورة وأحطها على المهم، لقيت نفسي لوحدي في ال 18، معيش ولا حد من نادي الزمالك في ال 18، أنا لوحدي ولعيبة نادي الزمالك واقفة، وطبعا الملعب مولع مولع فعلا مولع يعني، ولعيبة النادي الأهلي واقفة حوالين ال 18، وبحط الكورة. الكابتن مروان جه، والله محترم جدا الكابتن مروان بصراحة يعني، الأول شاط الكورة فبقول له ليه يا كابتن كده، فتقريبا صعبت عليه يعني، بقول له ليه يا كابتن كده، أنا عيل صغير بقى، تقول ليه يا كابتن كده، ورحت جايب الكورة حطيتها تاني، راح جاي شايطها. ففضلت أما الدنيا هديت شوية، رحت الكورة كان جنب الكابتن ديبا، رحت واخدها وحطيتها وما رجحتش من خوفي يعني. أنا بكلمك بقى تعبير من خوفي من ايه بقى، الضغط، وان انا ما ارجعش لعيبه النادي الاهلي ويبقى قريب من الحكم يحميني ويبقى تركيز على ضربه الجزاء. ورحت شوطه جايبه جول. طبعا انا كنت في المستشفى بعد المباراه، جالي جرح في دماغي وكده، لان انا عارف ان انا كنت بعديها في مستشفى دار الشفاء اللي هي في العباسيه، لكن كان يوم بالنسبه لي عصيب جدا جدا. انا كنت اول مره انا اشوف بقى بعيني الجماهير واقفه في الملعب يعني، كنت اول مره واشوف الجماهير واقفه في الملعب، دي كانت مشكلة. ويعني موضوع خلص يعني، الحاجات دي إن شاء الله ما بتحصلش دلوقتي، ما فيش جماهير بتنزل الملعب، لكن دي كان أول صدمة ليا في حياتي كلاعب كورة. وكان عندي الشجاعة والجراءة إن أنا صغير وأشوط ضرب الجزاء، وممكن ضرب الجزاء دي ده مستقبلي وكل اللي جاي يروح، لكن أنا كنت واخد القرار وكان عندي الجراءة وتركيز. شوط ضرب الجزاء دي، ضرب الجزاء جت في الكابتن مروان. بعد المباراة بقى سافرنا لعبنا المباراة، رجعنا، أنا ساكن في المنيرة في السيدة، فلقيت يوم أربع عربية كبيرة كده جت على نصة الشارع بتاعنا. إحنا البيت اللي إحنا كنا ساكنين فيه أو الحارة اللي كنا ساكنين فيها صغيرة، فالعربية ما تخشش جوه، فقالوا لي في واحد اسمه فؤاد عايزك. فقعدت اهزر، طب انا اسمي فاروق فؤاد يعني، قعدت اهزر كده، مين فؤاد؟ طلع الاستاذ فؤاد الاطرش، اخو الاستاذ فريد الاطرش. خرجت قابلته بالبيجامه، قال لي انا فؤاد الاطرش اخو الاستاذ فريد الاطرش، هو شبهه شويه بس كبير بقى. قلت له اهلا وسهلا، تعال ده انا ده الاستاذ عايزك وكده. قلت له طب عايزني امتى يعني؟ فاللي خلاني رحت السواق، ما طلع السواق بقى، ما طلع مصري ويعني قال لي ده الاستاذ عايزك وسال عليك وكده، وانا جيت قبل كده وقالوا لي انت كنت مسافر، فده شجعني ان انا اروح للاستاذ فريد. رحت للاستاذ فريد، قابلته، كان مبسوط بيا جدا، وكنت انا مبسوط قوي ان انا بحب فريد الاطرش اصلا، فكنت مبسوط بيه جدا. وكنت اول مره في حياتي امسك 100 جنيه، يعني اول مره في حياتي امسك 100 جنيه الاستاذ فريد الاطرش ادالي، وقال لي دي من يعني كده من حد بيحب حد من نجم يعني، قال لي بطريقه ظريفه جدا. فخدت منه، كانت اول مره اخد 100 جنيه، وبقت علاقتي بيه كويسه. بقت بعد كده
بتروح له وبقعد معاه، حد محترم جدا ومؤدب جدا 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 وكريم جدا جدا، فكان علاقتي بيه كويسه يعني. ودي كان يمكن اول مره في حياتي امسك 100 جنيه مباراه الاهلي والزمالك.